برنامج عندي ما يفيد في موسمه الرابع يستضيف سكينة حسي. الله يبارك فيك السي مراد. بزاف الناس كيغنيو الواي واي، كيغنيو الماي ماي، كيغنيو الطايطاي، علاش انت ما خرجتيش لا طايطاي وغنيتي بحالك بحالهم؟ يا وحميدة وجايني في الكام ايوها، جايني كاين دغ في مسكت في الايوها. علاش انت ملي كطلعي لاسين او كتبداي تغني كطلعي حيانا؟ الا كنت لابسه صنداله ولا لابسه شنو ما كان كنحس براسي بحال ما كنت كونيكتاش مع الارض. انت كتكتبي وكتلحني وكتغني؟ تماما. عندك جروب ديالك؟ تماما. علاش ما كنشوفوكش في كليبات حقيقيين في مواقع التواصل الاجتماعي وفي لاشين يوتيوب ديالك؟ خويا الكليبات كيخصهم 100 مليون 20 مليون ما عنديش هذوك. اتصلت بسعيده فكري وقلت لها شنو الراي ديالك؟ لا خلينا نفصل. جود علي ويا لا لا، جود علي ويا لا لا، جود علي هي لي انت لحبيبة ديالي. معكم سكينة فحصي على تيلي ماروك مع مراد العشابي. عندي ما يفيد. عندي ما يفيد الأحد على الساعة 8:30 مساءً.